نروح لأخبار نادي الزمالك من عند دكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق اللي كشف عن حجم إصابة محمد شحاتة لاعب بفريقنا واللي كان تعرض ليها امبارح في مباراة الشرطة الكيني. وأكد رئيس الجهاز الطبي أن محمد شحاتة تعرض لإصابة بشد في عضلة السمانة وهيخضع لبرنامج علاجي في الفترة اللي جاية عشان يكون جاهز بالشكل الأمثل والعودة في أسرع وقت مع فريق نادي الزمالك. نروح لمستر جوزيه جوميز مديرنا الفني اللي اتكلم عن ارتياحه امبارح بعد الفوز بهدف دون رد على فريق الشرطه الكيني، وقال جوميز ان اكتر حاجه كانت مهمه بالنسبه له ان هو يحقق الفوز، واداء الفريق يعني كان جيد الى حد ما واللعيبه ادت اللي عليها في ظل يعني المجهود والفتره الحاليه. وكمان اضاف المدير الفني ان سلوك اللعيبه داخل الملعب كان جيد والأداء اتأثر نسبيا بسبب نقص الأكسجين بسبب حالة الطقس في كينيا، وهو ما جعل التنفس بشكل صعب في بعض الأوقات بالنسبة للعيبة. وقال كمان مستر جوميز إن في أخطاء دفاعية في الفريق ظهرت في المباراة وهيشتغل عليها الجهاز الفني في الفترة اللي جاية، لكن الأمر الجيد إن الفريق نجح في تحقيق الفوز والحفاظ على الهدف. وكمان المدرب البرتغالي قال إن الزمالك أقوى من الموسم الماضي بعد العمل مع الفريق لفترة كافية في فترة الإعداد طبعا عشان يكون جاهز من الناحية الفنية للمنافسات على كل البطولات اللي نادي الزمالك هيشارك فيها. وقال كمان ان العمل الجماعي هيكون هو كلمة السر في التتويج بالبطولات، وكمان اشاد بثنائية احمد زيزو وعبد الله السعيد اللي جه منها هدف المباراة، واكد ان قرار زيزو كان قرار اكثر من رائع في تمرير الكرة لعبد الله السعيد. كمان كابتن احمد مجدي امبارح المدرب المساعد في الفريق اتكلم عن رضاه التام عن نتيجة المباراة امام فريق الشرطة الكيني، وكان يعني اتكلم احمد مجدي امبارح بعد المباراة وقال مستوى الشرطة الكيني لم يفاجئنا لأن الجهاز الفني تابع الفريق بشكل جيد وعارف إمكانيات لعيبي المنافس، ونجح الفريق في الخروج بنتيجة إيجابية في بداية المشوار الأفريقي وحقق الهدف المطلوب. وكمان قال كابتن أحمد مجدي أن يعني شيء جيد أن أنت تحقق الفوز خارج الأرض خصوصا وأنها المباراة الأولى للفريق خلال الموسم الجديد، وكمان وضح أن الفريق حقق نتيجة إيجابية في ظل الظروف الجوية الصعبة. وكمان اتكلم على سيف الجزيري وناصر ماهر ان هم قدموا المطلوب منهم في الشوط الأول قبل ما يخرجوا في بداية الشوط الثاني، وقال كمان الجهاز الفني دفع بشيكابالا وناصر منسي للاستحواذ على الكرة بصورة أكبر. امبارح لعيبه الفريق البدلاء اللي ما شاركوش في مباراه الشرطه الكيني اللي كانت امبارح في بطوله الكونفدراليه كانوا خاضوا تدريبات بدنيه عقب نهايه المباراه بشكل مباشر، وكان تولى جواو ميجيل مدرب الاحمال الفقره البدنيه للاعيبه الزمالك عقب نهايه المباراه للحفاظ على مستواهم البدني في ظل عدم مشاركه بعضهم في اللقاء ومشاركه البعض الاخر لعدد دقائق اقل، فكان لازم وده كان دايما موجود يعني مع فريق نادي الزمالك ان اللعيبه اللي ما بيكونش ليها نصيب انها تشارك في المباراه بيبقى ليها زي تدريبات خفيفه لمده حوالي 20 دقيقه بعد اي مباراه بياخدها نادي الزمالك. نروح لخبر تاني مع احمد خالد حسنين عضو مجلس اداره نادي الزمالك ورئيس كمان بعثه فريقنا في كينيا اللي كان حريص على تقديم الشكر للعيبة والجهاز الفني بعد الفوز على الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. وكان تواجد أحمد خالد في غرفة ملابس الفريق بعد نهاية المباراة وقدم للعيبة التهنئة وقدم كمان للجهاز الفني ووجه ليهم الشكر بعد المجهود المبذول طوال أحداث المباراة وتحقيق فوز مهم خارج الديار. ويمكن أحمد خالد يعني كان موفر كل سبل الراحة لبعثة نادي الزمالك هناك من أي طلبات كان الجهاز الفني أو اللعيبة بيحتاجوها هناك في السفر، ودايما بيبقى ليه دور مهم أما بيكون متواجد مع بعثة نادي الزمالك.
لسه مكملين معاكم. وكان بعثة الفريق كانت تلقت دعوة من السفير وائل عطية سفير مصر في كينيا على العشاء النهاردة بمقر السفارة المصرية، وتواصل معالي السفير مع أحمد خالد عضو مجلس إدارة ورئيس بعثة الفريق، وكمان تواصل مع عبد الواحد السيد مدير الكرة، وكان أخطرهم بدعوتهم للعشاء النهاردة، ويعني لفتة طبيعية ولفتة طيبة أكيد من سفيرنا في كينيا لنادينا نادي الزمالك.